مساء الخير. صحيح أن المغرب يحاول أن يلعب ورقة ليبيا بطريقة دبلوماسية وسياسية تلتزم وفق الشروط نهضة ليبيا وخروجها من ربقة ما هي عليه، ذلك أن المغرب في هذا المسعى يحاول أن يقرب إليه ليبيا وأن يضع ليبيا على خارطة الطريق التي يمكن تضمن لها الانتقال الديمقراطي والانتقال السلس، رغم أن في ليبيا هناك مجموعة كبيرة جدا من الفخاخ التي تهدد أي حكومة وأي انتخابات وأي برلمان في أي لحظة يمكن أن تتفجر الأوضاع، سيما وأن كل المكونات الليبية بالداخل الليبي تحاول أن تضغط على سياسيها الذين يذهبون إلى مثلا إلى تونس أو إلى الجزائر أو إلى المغرب أو إلى تركيا أو حتى إلى ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر. كل هذه المكونات تحاول أن تضغط على ليبيا من الخارج، لكن عندما يرجعون إلى الداخل الليبي يجدون أوضاعا مختلفة تماما عما خطط له، بالتالي أستاذ سعيد إلى أي مدى لن تنجح؟ نعم، إلى أي مدى برأيك حفز دور الجزائر في الملف الليبي المغرب أن تلعب بوسيطا هي أيضا؟ أعتقد أن المغرب كان السباق وكانت له الريادة في محاولة رأب الصدع الموجود داخل ليبيا، ثم جاءت الجزائر مؤخرا لكي تؤكد بأنها لاعب أساسي في دول شمال إفريقيا وبأنها تريد أن تكون لها الريادة في محور شمال إفريقيا والدول المجاورة الإقليمية، وبالتالي أعتقد أن برزت صراعات وخلافات داخلية ما بين المغرب والجزائر من أجل ضمان الانتقال الديمقراطي لليبيا، وبالتالي هذا الصراع لا يخدم لا ليبيا لا المغرب ولا الجزائر بقدر ما يجب أن يخدم ليبيا أكثر من أي دولة. أنا قلت لك بأن ليبيا تعاني في مسارها السياسي أنها هناك مجموعة من المتدخلين، مجموعة من المحاور التي تحاول أن تملئ أجندتها وخارطة طريقها، لكن بمنفعة وببراغماتية داخل ليبيا. ليبيا الآن تختلف ما بين السياسة المدبرة لها والسياسة التي تعيش فيها أو يعيش فيها الشعب الليبي. الشعب الليبي يعيش في كارثة حقيقية يمكن أن تتفجر، لكن اللاعبين السياسيين يحاول أن يغطوا رؤوسهم من هذه المشاكل وأن يبرزوا للعالم بأن ليبيا بمقدورها أن تجتاز هذه المراحل، وفي اعتقادي أنها لن تجتاز هذه المراحل. نعم، يعني من ناحية المغرب تلعب دور الوساطة بين الفرقاء الليبيين، ومن ناحية أخرى تحشد قواتها العسكرية على الحدود مع الجزائر، وأيضا الجزائر تقوم بهذا. هل من تفاصيل جديدة حول هذا الموضوع؟ أعتقد في بداية الأسبوع الماضي كان هناك الجزائر بادرت إلى فتح مطار تندوف وإعادة تهيئته من أجل إنزال الطائرات الروسية الصنع واستقبال مجموعة فاغنر أو ميليشيات فاغنر الروسية من أجل تدريبها داخل هذه المنطقة، وقامت بنشر جنودها وصواريخها على امتداد المحبس وتندوف بالإضافة حتى وصول إلى البحر الأبيض المتوسط، وفي نفس الوقت المغرب لم يقف ساكنا وإنما حرك الدرك الحربي من أجل استطلاع ما يحدث على أراضيه، وهو بدوره قام بنشر مجموعة من الجنود والقوات والصواريخ على مدى معبر منطقة المحبس وتندوف مرورا بالمناطق وصولا إلى مدينة السعيدية شرق المغرب، وبالتالي كل هذه المناورات هي من أجل تهدئة الأوضاع، وفي نفس الوقت كل دولة تقول بأنني أنا موجودة لأي طارئ، ولا أعتقد بأن الحرب ستكون قريبة أو ستشن طبولها قريبا، لأن لا الجزائر والمغرب ليس في صالحها إطلاقا الخوض في هذه المعارك التي لن يكون ضحيتها إلا الشعب والشعب وحده. نعم، الذي سوف يتأدى في هذه القضية. الفكرة. الصحفي سعيد العفاسي، شكرا جزيلا لك على جميع هذه المعلومات.